صحيح صحيح يا اخوان، ان الكلام للاخوان الموجودين وللاخوان اللي خلف الشاشات الان. يعني احنا نتكلم الان من واقع تجربه، ما في يكاد يخلو بيت من بيوتنا الا وفيه اصابه او فيه اعاقه. طيب كم الاحصائيات؟ كم تتوقعون إحصائيات الوفيات للعام الماضي فقط؟ أي الحوادث وفيات؟ لا كم مليون ما بقي أحد، شهرين خلاص الشعب كله رايح. ها؟ لا أنا أبغى كم بالعدد، كم بالعدد في سنة واحدة عام 22؟ وفيات ولا حوادث؟ وفيات. نحسب لنا الحوادث. ها؟ 60 إيش؟ 60,000؟ 200,000؟ والله يكفينا الشر. 100,000؟ 10,000. هالكلام قبل 5 سنوات، قبل 5 سنوات كان عندنا 10,000 وفاة، ولله الحمد انقصت شوي شوي تدريجيا. الضبط المروري، كاميرات ساهر اللي حنا نسبها، الناس اللي هم في صالحنا، يعني دولتنا عزها الله يعني وفرت كل شيء. المدرسة تعلمنا، الشارع يعلمنا، الرجل المرور يعلمنا، التلفزيون قدامنا يعلمنا، ساهر اي حنا نهدي حنا، لكن اذا من تعدينا دعسنا. ترى نضحك على انفسنا، حنا 1,000 ريال اغلى من حياتك، 150 ريال حقت الحزام اغلى من حياتك اذا ما ربطته. لا والله. طيب ليش كل الاشياء ذي؟ يعني تفكر فيها، وش الشيء اللي مخليها موجودة عندنا زي كذا؟ الحين العقل، في عقلين عند الإنسان، عقل واعي وعقل لا واعي. حنا وش مشغلين؟ لا واعي. كم مرة حنا مسافرين؟ تفضل. كم مرة حنا مسافرين نقطع مسافات ما ندري حنا قطعناها ولا لا المكان الفلاني، صح ولا لا؟ كم مرة نمشي وأنا داعس أمشي 200؟ طيب فكرت ولا كلها في اللاواعي؟ خلاص تعودت، كلها في اللاواعي. يعني للأسف صار التفكير عندنا كله في اللاواعي. إذا منك نظرت في وضعك وفي سلوكك أثناء قيادتك، وأنا أبغاكم بس هالأسبوع، سواء أنتم يا أخوان الموجودين أو الأخوان والأخوات خلف الشاشات الآن، يعني تابع نفسك هالأسبوع بس، تتفقد نفسك. حنا سبحان الله ننقد الثانيين، بس أنفسنا لا، نشر على الثانيين. ما تدري إن 3 أصابع متجهة لك، خلي الأصبع اللي انت تشر به 3 ترى كلها لك الاتهام. انتبه لنفسك في قيادتك، في سرعتك، في تكبيسك ذا للناس اللي قدامك. وش عندك؟ ما عندك شيء. وش مستعجل عليه؟ تعودت. طيب وش الأسباب؟ وش الأسباب؟ أسباب الحوادث. أبو 4 سنوات والله وهو ما يسوق السيارة يعددها علينا. طريقة الموية اللي تقول علشان يأخذها في 10 أيام مؤثرة جدا والله. هذه يعني ما عاد جت على التفرات، جت في قلبي والله. هذه الحمد لله.